نمشي بقى بسيدنا الحسين. هو ولد 4 هجري، فعاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام لغاية 10 هجري، يعني هو ميت في أواخر يعني 10 11. أنا عاش معاه فترة بسيطة، لكن ليه قصص كتيرة مع النبي، إنه كان بيشيله وبيصلي ويقعدوا يلعبوا معاه. وقيل أيضا في بعض الروايات إنه في ملك جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يأتيه من قبل ولا من بعد، ملك جاله مرة كده فقال له إن ابنك هذا الحسين مقتول. قال له أين؟ فقال له في كربلاء، في منطقة اسمها الحمراء. وخلي بالك اسم كربلاء ده اسمه كرب وبلاء. فالمهم انه في حكايات كتيرة عن شباب سيدنا الحسين، لكن وطبعا هو كان مجاهد محارب، خد حروب كبيرة جدا، خرج في رحلة الجهاد في عهد عمر بن الخطاب وفي عهد عثمان بن عفان. ايه اللي حصل بقى؟ ايه الخلاف اللي ادى الى مقتل الحسين؟ خلاص احنا وصلنا الى الخلافة من الرسول الله عليه الصلاة والسلام اعطاها معنويا لأبي بكر الصديق، لان قال اقفلوا كل الفتحات اللي في المسجد، خوخة كانوا بيسموها خوخة، واتركوا خوخة أبي بكر بس لوحده، بس هو الوحيد اللي ممكن يبقى عنده فتحة للصلاة. وقال ان ابو بكر يصلي بيكم، وكان ده اشاره الى انه لكن هو هل الرسول عليه السلام نصب ابي بكر خليفه؟ لا، ما حصلش، ما فيش اي كتاب بيقول الكلام ده، لكن اشار اليه. وفي روايات على انه هو اتكلم عن سيدنا علي، روايات كتير، هنا في روايات وهنا روايات، لكن تولاها ابو بكر بشوره المسلمين. السنتين دول او السنتين ونص اللي تولى فيهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان فيها أزمات كبيرة جدا، كانت الأمة فيها مشاكل كتير، ليه سميت بحروب الردة وبتاع والحاجات دي كلها، لكن هي كانت فيها مشاكل إن الأمة ترجع تتلم تاني. فكان إن لما مات سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان وقتها الأمة محتاجة إن هي واحد يتكلف، ما ينفعش إنها تتساب كده. ولذلك أبو بكر الصديق اختار عمر بن الخطاب. لما جه عمر بن الخطاب قتل وهو بيموت، راح مرشح 6، قلناهم لكم قبل كده، 6 اترشحوا اللي هم اللي فاضلين من 10 المبشرين. احاول افتكرهم مع حضراتكم: عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الزبير بن العوام، طلحه بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابي وقاص. دول 6 اللي من الصحابه، والستة اختاروا سيدنا عثمان. بعدين قتل سيدنا عثمان، فاختارت الامه عليه،